أحسن الله إليكم. محمد من الخبر، تفضل يا أخي محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أسعد الله مساك يا شيخ. حياك الله. شيخ الله يجزاك خير، بسألك عن حديث المرأة اللي أتت لموسى عليه السلام، هل هو صحيح بأنها أتت أنها عقيم وأتت النبي موسى عليه السلام بأن يدعي لها بأن يرزقها الله عز وجل بالإنجاب؟ فما أدري يعني هل الحديث صحيح أن دعا موسى عليه السلام الله عز وجل فقال الله عز وجل لموسى أني كتبتها عقيم، فأتت بعد فترة تحمل ولد فسألها موسى عليه السلام من أين لك، هل هذا الولد لك؟ قالت نعم رزقني الله به. فقال فرجع موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فقال الله عز وجل أني كتبته عقيم، ولكن كل ما كتبته عقيم قالت يا رحيم، كل ما كتبته عقيم قالت يا رحيم. والله لا أعرف هذا يا أخي، ولكن طلب الدعاء من الصالحين، من الأنبياء ومن الصالحين، هذا أمر مشروع. نعم. يعني هل يجوز يا شيخ اني اوضح يعني هالمسألة العقيم؟ لا تنقل هذا الكلام حتى تثبت منه ومن مصدره.